بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله راح نتكلم عن ماذا تفعل الشوائب في الدم. يؤكد بعض الأطباء أن الفضلات والسموم والشوائب التي يحويها الدم إذا تراكمت ولم يتم إزالتها فإنها تسبب إصابة بأمراض مختلفة. قد يعجز الأطباء عن معرفة سبب هذه الأمراض، ولذلك فإن الحجامة تضمن إزالة هذه الشوائب وإعادة توازن الدورة الدموية ليقوم بدورة الذي خلقها الله سبحانه وتعالى لأجله. والحجامة عملية آمنة وسهلة ورخيصة، وتخفف ألام الظهر وتنشط وظائف الحيوية والأجهزة وأعضاء الجسم، والله أعلم.